السلام عليكم، إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 2 من سلسلة تمارين درس الاشتقاق وتطبيقاته. إذا في هذا التمرين نعتبر الدالة F المعرفة بالمية اللي هي نوع الدالة العددية. السؤال الأول باستعمال التعريف بين أن الدالة F قابلة للاشتقاق عند 2. السؤال الثاني حدد معادلة المماس للمنحنى الممثل للدالة F عند 2. إذا غنبداو بالسؤال الأول اللي نطلب فيه تحديد قابلية اشتقاق F عند العدد 2 باستعمال ماذا؟ التعريف. إذن باستعمال التعريف فخصني نحسب الليميت ديال F لي X ناقص F ديال العدد اللي كنص فيه الاشتقاق اللي هو 2 على X ناقص 2. إذن خصني نحسب F ديال 2، غادي نعوض في الدالة 2 أس 2 ناقص 2 في 2 زائد 1. إذن 4 ناقص 4 زائد 1 هي 1. إذن غادي نرجع ونعوضو في هاد النهاية. إذن إف لي إكس نعوضها بقيمة ديالها زائد 1 ناقص إف ديال 2 هي 1 على إكس ناقص 2. إذا نحاولو نبسطو الكتابة. عندنا 1 ناقص 1 0، إذا كيبقى لنا إكس كاري ناقص 2 إكس. يمكن لي نعمل بإكس ويبقى لي إكس ناقص 2 على إكس ناقص 2. هنا عندنا إمكانية الإختزال بإكس ناقص 2 على إكس ناقص 2، إذا كيبقى لنا الليميت ديال إكس في 2. دابا يمكن لي نعوض، إذا كنعوضو إكس بجوج، إذا كطينا جوج. إذا شنو هي النتيجة؟ لقينا النهاية كتساوي لنا عدد ينتمي إلى R. إذا نقول بأن F قابلة للإشتقاق في إكس زيرو كتساوي لنا جوج، و F بريم ديال جوج شحال كتساوي؟ إذا هي جوج. هذه العدد المشتق عند إكس زيرو كتساوي جوج. دابا التمرين الثاني اللي نطلب فيه تحديد معادلة المماس للمنحنى الممثل للدالة إف عند 2. إذا صيغة معادلة المماس تكتب على هذا الشكل: إكريك تساوي إف بريم ديال إكس زيرو اللي هو العدد المشتق اللي حسبناه السؤال اللي قبل، عامل إكس ناقص إكس زيرو زائد إف ديال إكس زيرو. إذا لدينا إف ديال إكس زيرو اللي هي في هذه الحالة 2 تساوي 2 و أو تساوي 1، و إف بريم ديال 2 تساوي 2 يعني العدد المشتق. إذا غادي نديرو التعويض، يعني إكريك تساوي ماذا؟ إف بريم ديال جوج عامل إكس ناقص جوج زائد إف ديال جوج. إذا إف بريم ديال جوج هي جوج عامل إكس ناقص 2 زائد 1. النشر إذا 2 إكس ناقص 4 زائد 1، إذا هي جوج إكس ناقص 3. إذا هذه هي معادلة المماس لمنحنى الدالة F عند X0 كتساوي لنا 2.